انا شايف ان كهربا فعال في الملعب، بيعرف يجيب جون. مباراه الزمالك هو كمان بياخدها بينه وبين نفسه كتحدي. فانا شايف ان كهربا يبدا، وخصوصا هيبقى جعان كوره بلغه الكوره. بيرستاو طبعا ماشي بشكل كويس، حسين الشحات اللي بيأدي من افضل المواسم ليه، مش رضا سليم. لا اوكي، بحكم كمان المباراه اللي فاتت يا كابتن، رضا سليم كان الراجل محتفظ بيه على الدكه ولسه راجع من اصابه كمان، ولسه راجع من اصابه بالظبط. كويس. وكهربا، انا نفسي لاعب كهربا، وكهربا حظه كمان عالي على الزمالك. رغم المباراتين اللي فاتت بعد ما رجعوا من مباراه ميديان مع فتح الله ما شاركش، عشان هو عدم سفر وكده. كمان الراجل كان ليه تصريح كمان ان كهربا نمره ثلاثه عندي، قال كده بوضوح في المؤتمر الصحفي. بس انا شايف ان كهربا فعال في الملعب، بيعرف يجيب جون. مباراه الزمالك هو كمان بياخدها بينه وبين نفسه كتحدي. فانا شايف ان كهربا يبدا، وخصوصا هيبقى جعان كوره بلغه الكوره، بقالك ماتشين خلاص دلوقتي نفسك مفتوحه بعد موضوع الغرامه وتسددت، وحتى انا شفت تصريحاته منزلها على الفيسبوك وكده، خلاص بقى تحس اللي كان عليه هم، تحس اللي كان عليه حمل، كان عليه ضغوط الفتره اللي فاتت. كان طبعًا مضغوط طبعا. فاعتقد اللي دي لو الراجل بقى بيتعامل نفسيا، فتح الله عارف طبعا، تدي لعيب بقى المباراه زي دي. اولا انت بقالك فتره ما بتلعبش عشان موضوع الفرح بتاع شقيقته، وبعدين مباراه زمالك ترجع نفسك، فانت بتديله تقدر تطلع منه كل حاجه. فانا من وجهه نظري كهربا. كهربا لا، هو كهربا نمره واحد والله، اي حد بعديه طبعا يركب على وسام. لا، وسام انا عمري ما احكم عليه من ماتش، اوكي، حتى لو كان كويس، حتى لو جاب لي هاتريك. ممكن المقاومات بتاعته وتحركاته وجسمه وستايله بتقول انه هيبقى كويس، هيبقى كويس. بس لسه مش ماتش اخليه نمره واحد في النادي الاهلي. ماشي، بس اعتقد ان كهربا هو نمره واحد. وبتفق مع اينو ان هو يلعب عشان حاجه ثانيه كمان. احيانا يا كابتن مدحت، ان المدرب لما يقول الكلام ده، احيانا بيبقى في مدارس كده تدريب، ان اقول الكلام ده استفز اللاعب بتاعي، يبقى له رد فعل. وكمان مشكلته اتحلت، وسمع تصريح الراجل زي ده. فلما بداه اساسي اعتقد ده بقى ده. طيب انت شايف كهربا نمره واحد، نمره اثنين يعني مش قادر. وسام بقى اصل يعني وسام. لا وسام يعني، لا انا يعني هنا احنا دايما بنتحلى بالصراحه يعني. لا سيبك من المجاملات ولا السياسه ولا الدبلوماسيه، احكم على حد من الماتش سواء وحش او حلو. طب يعني استعجل بس، مودست اللي بيقدمه بيخليني اقول وسام حتى لو لعب ماتش واحد.